النبي الأعظم عرف الإنسان كيف يسعد في هذه الحياة الدنيا. في الحديث أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: فهداهم به من الضلالة وأنقذهم بمكانه من الجهالة. نحن ينبغي علينا بقدر الإمكان أن نستفيد من هذا الضياء، أن نستفيد من هذه الهداية التي قدمها النبي للعالم بقدر الإمكان. حقيقة العالم إذا عرف أن الإسلام هو هذا، وأن هذه قوانين الإسلام، وأن الإسلام يضمن سعادة الدنيا والآخرة، يتكرر ما قاله القرآن الكريم: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولذلك أكو في الحديث، مضمون الحديث: إن الخلائق، يعني مو البشر فقط، حتى الملائكة لم يصابوا بمصيبة كفقد النبي الأعظم.